بتنفذ الركنية وتمر أمام الجميع والشلي يعني ما عرفش ياخذ الكرة ترجع مرة أخرى بام 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 بام. يا الله يا الله يا الله وين الفرجاني الهدف الأول للمحيط القرقني تحت النتيجة 1-0 1-0 في هذا الشوط الأول 1-0 لنادي محيط قرقنة ضربة مرمى للحارس علي القاسمي الشيبي 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 على اليمين يوزع الشيبي يخرج القاسمي ياخذ الكرة ولا تدخل المدافع الكرة مزهود ايش يعمل مزهود وفي اللحظة الأخيرة دخلت ولا ما دخلتش يقول الحكم يقول ما دخلتش الكرة يقول أنقذ الموقف المدافع على الخط النهائي للمرمى أو هدف يقول هدف 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 يقول الكرة دخلت يعني كان اضطراب ما مشيش ولا الحكم المساعد لوسط الميدان فرحة من لاعبي أولمبيك مدنين يبدو أنه الحكم أعلن عن هدف